مفتوح ونتابع تقرير من المؤتمر الأول للتأهيل وللتعافي للرياضيين، كان كمان بمشاركة أطباء الدوري الإنجليزي، ونعود مرة تانية. أهداف المؤتمر بتتمحور في بعض المحاور الرئيسية، أولها الاهتمام بمجال الطب الرياضي وإصابات اللاعبين وكيفية الوقاية من الإصابات. حبينا ننقل ما يدور في الخارج، خاصة الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، للعاملين في هذا المجال هنا في مصر، فاستقطبنا خبرات ما يزيد عن 12 خبير من مجال الطب الرياضي في مختلف المجالات، سواء اللي شغالين مع الأطفال سن الطفولة أو السيدات أو البريم ليج اللاعبين العاديين. بنتعرف على بيتعاملوا ازاي مع الإصابات وملف الإصابات وموضوع الدوكومنتيشن بتاع اللعيبة والقياسات. كمان حرصنا على تقديم ورشة تعتبر هامة جدا لكل العاملين في المجال، وهي إنقاذ حياة اللاعب أثناء الإصابة في الملاعب. الورشة دي طبعا برة، ما ينفعش حد أبدا ينزل الملعب غير لما يكون حاصل على هذا الاعتماد، لأن الثواني بتفرق إذا كان يقدر ينقذ حياة لاعب أو لا. الورشة دي بتقام على مدار يومين على هامش المؤتمر، وفيها بعض المشاركين بترشيحات من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، إلى جانب الناس اللي جات تحضر هذه الورشة. المحور الثاني والهام ان احنا خدنا بعض المجالات الحديثة في مجال العلاج الطبيعي، وحاولنا نجيب خبراء عشان ننمي هذه المجالات، زي مثلا صحة المرأة، الأمراض السرطانية، التورم الليمفاوي، علاج مشاكل الاتزان. كمان ركزنا على موضوع تأهيل أمراض الأطفال للشلل الدماغي وذوي الاحتياجات الخاصة والشلل النصفي، وإزاي نخلي الناس دي قادرة على التعايش مع المجتمع بشكل صحيح يزيد الإنتاجية بتاعتهم، ونرفع ما يسمى بذوي الهمم اللي احنا اطلقناه عليهم في مصر هنا. هنتكلم على الورش اللي احنا جايبينها في المؤتمر عندنا. احنا جايبين مجموعه من الورش المختلفه اللي بتهدف للتعامل مع كل مشاكل العلاج الطبيعي، من ضمن الورشات المهمه جدا اللي احنا جايبينها واللي تخص مجال الرياضه اللي هي السبورت ER، ودي اللي بيتبناها الاتحاد الانجليزي، اللي هو بمعنى اصح الدكاتره اللي لازم بتنزل الملعب يبقى معاها الميديكال ايمرجنسيز بتاعه اللعيبه. اعتقد في انجلترا مفيش لعيب، مفيش مدرب، مفيش طبيب بينزل الملعب الا لما يكون معاه الشهاده دي. احنا جبناها ووفرناها هنا من ضمن الورش اللي في المؤتمر. احد الورش المهمه جدا اللي هي التعامل مع السكتات الدماغيه، التعامل مع الاطفال ذوي الهمم، ودي الحاجه اللي بتنهجها الدوله في الوقت الحالي، ان احنا بندور على ذوي الهمم والتعامل معاهم والحاجات الابديتد او الحاجات الحديثه في التعامل معاهم. كمان من ضمن الورش المهمه جدا برضو اللي موجوده عندنا اللي هي الورشة اللي بتتكلم على الليمفيديما أو التورم الليمفاوي، ودي ما بعد مشاكل مرضى السرطان واللي بنواجه مشاكل الأورام بوجه عام. في بعض الورشات بقى اللي بتتعامل بقى مع إصابات الملاعب واللي خاصة بالعلاج الطبيعي زي التيبينج والأشرطة والأربطة اللي هي في الوقت الحديث، وكمان السوفت تيشو والتعامل مع الأنسجة الرخوة، ودي برضو بنوفرها. والحقيقة اللي بيدوا الكلام دوت كل الورش دي مجموعة من الخبراء الأجانب اللي احنا تعمدنا ان احنا نوفرهم في المؤتمر عشان يفيدوا ويعملوا أبديت لكل الخريجين والطلاب اللي في الوقت الحالي. هذا المؤتمر له أغراض متعددة، منها إعادة التأهيل لإصابات الملاعب وإراحة اللاعبين، والمناقشات تركزت حول إصابات الملاعب، وكانت هناك مداخلات جيدة من الدكتور جيل ألكسندر والدكتور ديفيد رودز، وهذا الصباح من الدكتور دايان رايدن وسكوت ماكالستر. وبالتأكيد الدكتور رفيق وطاقم عمله بذلوا جهدا كبيرا لرفع مستوى الحضور، ونحن كشركة ندعم دكتور رفيق والكونغرس من خلال عقد دورة تستمر لمدة يومين وتركز على الحالات الطارئة في الملاعب المختلفة، ونأخذ من كرة القدم مثالا على ذلك في الإصابات مثل الأزمات القلبية وارتجاج المخ وإصابات العمود الفقري والكسور. ولهذا أعتقد أن دكتور رفيق أعطانا فرصة كبيرة بحضور المتخصصين لهذه الدورة هنا في مصر. نحن أيضا نركز على توعية المديرين الفنيين والأطقم الفنية واللاعبين بمثل تلك الحالات الطارئة. وهذه بهذه المناسبة هي الزيارة الثانية لشركتنا سبورتس ER لمصر، حيث عملنا العام الماضي مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وأيضا أفراد من الزمالك والأهلي وبيراميدز، ووجدنا استجابة قوية، وأنا على ثقة أنه من خلال الدعم الذي وجدناه لشركتنا هنا أعتقد أننا سنعود مرة أخرى لتقديم دورات جديدة وكثيرة. اليوم كان رائعا، وعقدنا ورشة عمل ناجحة بعد مؤتمر الأمس. هذه أول زيارة لي في مصر،
وأنا مستمتع بالتواجد فيها والعمل في هذا المؤتمر الناجح. الكل هنا يساعدنا، ولكن هناك فارق بين طبيعة هذا المؤتمر ومثيله في أوروبا، هو أن هنا في مصر لدينا وقت أكثر ونركز على عدة موضوعات، أما في أوروبا فيكون الموضوع مكثفا وينتهي في يوم واحد ويركز على موضوع واحد فقط.